وأنتم بخير. بمناسبة عيد الميلاد المجيد من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. البابا يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية. الصحة تؤكد من جديد لا زيادة بأسعار أدوية الأمراض المزمنة. سقوط توتو في الأسكندرية. ونجاة الملكة إليزابيث من الموت. وإليكم تفاصيل النشرة. يترأس الآن قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية، وذلك في حضور وزراء ونواب وشخصيات عامة وجموع من الشعب القبطي. وقد أصب الفتاح السيسي رئيس ديوان رئيس الجمهورية مصطفى شريف محمود إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى البابا توادروس والإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد. هذا واحتفلت الطائفة الإنجليزية بعيد الميلاد داخل كنيسة قصر الدبارة برئاسة القس الدكتور أندري زكي رئيس الطائفة بمصر، وأدى القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة صلوات عيد الميلاد المجيد، وقال نصلي للرئيس وكل معاونيه أن يباركه الله ليعبر ببلادنا إلى السلام. وقد شارك في الصلاة عدد كبير من قيادة الطائفة، وبدأت الاحتفالات بالترانيم وسط حضور مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعض الوزراء والمسؤولين. الصحة تؤكد من جديد لا زيادة بأسعار أدوية الأمراض المزمنة. فقد قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليها، مشيرا إلى أن قوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا، وهي 15% من الأدوية المحلية و 20% من المستوردة، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة أو التي ليس لها بديلا أو مثيل، لافتا إلى أن أعمال اللجنة سوف تنتهي في موعدها المحدد في 12 من يناير. توفير التآوي للذهب الأبيض. فقد أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية توفير جميع كميات تآوي القطن التي تحتاجها المساحة المستهدفة لزراعة المحصول في الموسم المقبل، والتي تقترب من 280 ألف فدان، موضحا اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية المشددة للقضاء على خلط أصناف القطن هذا الموسم. سقوط توتو الصياد. فقد ألقت مباحث الأموال العامة بالأسكندرية القبض على صياد شهرته توتو ينظم رحلات هجرة غير شرعية لدول أوروبية، حيث يقوم توتو بإغراء الشباب راغب السفر للعمل بدولتي إيطاليا واليونان وتسفيرهم عن طريق البحر باستخدام إحدى العائمات غير الآمنة وغير المعدة لنقل الركاب، وذلك نظير حصوله على مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 و 35 ألف جنيه. نجاة الملكة إليزابيث من الموت. فقد ذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن الملكة إليزابيث الثانية نجت من موت محقق عندما كانت تتنزه في حديقة قصر بيكنغهام عند الساعة 3 فجرا، حيث كاد أحد حراسها أن يطلق عليها النار بعدما ظن أن شخصا تسلل إلى القصر، لكنه عندما طلب منه أن يعرف عن نفسه قالت إنها الملكة إليزابيث، ووعدت أنها ستخبر الحراس بخروجها في المرات المقبلة حتى لا يطلقون النار عليها. نهاية النشرة، إلى اللقاء.